انتخابات تمهيدية تشهدها الولايات المتحدة في 15 ولاية، إضافة إلى إقليم ساموا الأمريكي لاختيار المرشحين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري. تعد نتيجة هذا التصويت الذي يعرف بالثلاثاء الكبير خطوة هامة نحو حسم اسم المرشح عن كل حزب في انتخابات الرئاسة القادمة. ضيفي من واشنطن الكاتب والباحث السياسي أريك هام. سيد أريك، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. الثلاثاء الكبير أو سوبر تيوزداي من أهم المحطات بالتوجه للانتخابات الرئاسية إن لم تكن أهمها، لكن أي أهمية اليوم سيد أريك للثلاثاء الكبير في هذه الانتخابات التي لا منافسين كثر فيها؟ ما يجعل يوم الثلاثاء الكبير مؤثرا كثيرا ومغيرا اللعبة هو حقيقة أن لدينا أكثر من ثلث المندوبين الذين يحتاجون لضمان الترشح من الجانب الديمقراطي أو الجمهوري. بالإضافة إلى ذلك، في الولايات المتحدة هناك طبعا 16 ولاية تشارك في هذا اليوم مع طبعا ساموا، فنحن نتحدث ليس فقط عن ثلث المندوبين المطلوب بينا، ولكن أيضا هناك أكثر من ثلث الناخبين الأمريكيين الذين سيصوتون. إذا ما يحدث اليوم سيعطي الولايات المتحدة فكرة عن مدى قوة أو ضعف المرشحين طبعا في قاعدتيهما، ولكن أيضا لتحديد ربما من سيكون المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. هلا تغيب المنافسة داخل المعسكر الديمقراطي، أليس كذلك؟ يعني عندنا بس الرئيس بايدن المرشح الوحيد. نعم بالطبع، فهو رئيس الولايات المتحدة، فنادرا ما نرى متحديا لرئيس حالي للولايات المتحدة. تماما. المسألة داخل المعسكر الجمهوري، وهنا تعويل كبير من قبل دونالد ترامب على الثلاثاء الكبير، لكن سيد أريك هل بإمكانه حقيقة حسم ترشحه بعد تصويت ملايين الأمريكيين في هذا النهار؟ نحن نعلم بأنه قبل وصوله إلى يوم الثلاثاء الكبير فيبدو أن هناك احتمالا كبيرا بأن هذا المسار سينقله أقرب وأقرب ليصبح مرشح الحزب الجمهوري. ولكن ما هو أهم هو أن تصويت اليوم يعطينا إشارة إلى مدى قرب دونالد ترامب لأن يجمع بقية النواب ويجمع الحزب الجمهوري حوله، وثانيا يعطينا أيضا فكرة عن مدى بعده. فمثلا إذا رأينا في الانتخابات التي جرت من قبل، دونالد ترامب استطاع فقط أن يضمن من 50 إلى 70% من أصوات قاعدته، وطبعا هذا نعم كاف لأن يفوز بهامش، ولكنه ليس كافيا لأن يضمن قاعدة حزبه والتي سيحتاجها، وربما سيبدو هناك انتخابات طبعا قوية وخاصة ضد الرئيس الحالي. لكن هل لا يزال سيد أريك هذا السيناريو ممكن اليوم في غياب مرشحين آخرين؟ يعني ما في بديل حتى الساعة اليوم لدى هذا الحزب؟ وهنا التساؤل الكبير، هل يمكن للسيد ترامب أن لا يضمن قاعدة حزبه بعد هذا النهار؟ لأكون واضحا، دونالد ترامب سيفوز بحصة الأسد من نواب اليوم، وأتوقع بأنه سيفوز في كل هذه السباقات على الأقل ب50 أو 60 نقطة، ولكن حتى يرى بأنه قوي وليس ضعيفا كمرشح قبل انتخابات نوفمبر، فعليه أن يفوز بهذه الولايات بما بين 80 إلى 90 نقطة، وهذا ما نراه مع جو بايدن في الجانب الثاني. هلا هذا الوضع سنتابعه بطبيعة الحال بعد نتائج هذا النهار، لكن لنعتبر أنه دونالد ترامب هو الذي سيخوض الانتخابات من الجانب الجمهوري، هل ترون أنه حظوظه أكبر للوصول إلى البيت الأبيض حقيقة سيد أريك؟ هناك
من يحسم هذه النتيجة منذ يومنا هذا بالنظر إلى السياسات الداخلية اللي اعتمدتها إدارة الرئيس بايدن، وتحديدا بما يخص الخيارات الخارجية مؤخرا، كيفية التعامل مع الحرب في غزة؟ بالنسبة للرئيس بايدن سيكون هناك تحديان كبيران ونحن نعرفهما بأنه يواجههما. أولا طبعا أنت محقة، هي طبعا هذا النزاع في بين حماس وغزة والذي يمثل مشكلة للرئيس بايدن. بالإضافة إلى ذلك عمره، فهناك من يعتقدون بأنه لن يكون فعالا كرئيس لأربع سنوات أخرى. من الجانب الآخر الرئيس ترامب فقضاياه في المحاكم وأيضا التكلفة بالنسبة له ولحزبه ستكون مشكلات كبيرة. انتهى الوقت وانتهت الساعة، حتى بدي أشكرك جزيل الشكر إريك هام الكاتب والباحث السياسي ضيفي من واشنطن الليلة.